الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق. ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي للناس اللي ما عندهاش لغة، لو ما عندكش لغة ما تخافش، هخليك تحل الأسئلة بكلمة أو بكلمتين. مع بعض ندخل ونشوف إشارتنا النهاردة وإزاي نقدر نحل الأسئلة اللي ممكن تيجي عليها بكلمة أو بكلمتين. ده إشارتنا النهاردة. الجزء الثاني دريتو دي بريتشيدنسا نيل سينسا اونيشي الترنانتي، حق الأسبقية على الطريق ذات اتجاه واحد بالتناوب. اتكلمنا على الجزئية الأولى اللي هي خاصة بالإشارة مع التري لوتشا، سمافر كون تري لوتشا، ده الجزء الأول اتكلمنا عليه. النهاردة نتكلم على الجزء الثاني في الإشارة، حق الأسبقية على الطريق باتجاه واحد بالتناوب، ده السينيالي بتاع. ازاي تقدر تحل الاسئله اللي ممكن تجي لك عليها سينيالي دريتو دي بريشينسا نيل سينسا اونيشي الترنانتي، حق الاسبقيه في الطريق باتجاه واحد بالتناوب. النهارده عندي تقريبا كلمه واحده كلها بس جايه باصناف او باشكال او بصيغات مختلفه. ايه هي؟ هي كلمه تأكد أو تأكد أو التأكد، دي كلها معاني واحدة. أتشيرتارسي، السكراتي، أتشيرتاندوزو، بروتشيدري، دول الكلمات لو حفظتهم أقدر أحل أي سؤال يجيلي على الدريتو دي بريتشيدنسا نيل سينسا اونيشي الترنانتي. أتشيرتارسي تأكد، السكراتي تأكد، أتشيرتاندوزو التأكد نفسه، بروتشيدري مواصلة أو يواصل السير. دول الأربع كلمات بس تقريبا كلهم نفس المعنى، الثلاث كلمات دول كلهم بنفس المعنى اللي هو تأكد أو التأكد، تأكد أو التأكد، كلهم زي بعضهم بس جايين بصيغ مختلفة. أشيرتارسي، السكراتي، أشيرتاندوزو، والكلمة الثانية اللي هي بروتشيدر. أي كلمة من الكلمات الأربعة دوت وردت في السؤال هتبقى فيرو، ما لقيتش واحدة من الأربعة يبقى فالسو. طب إيه رأيكم بقى ندخل على الأسئلة ونشوف الكلام ده بيكون إزاي في حل الأسئلة؟ نشوف أول سؤال معانا، أدا السؤال الأولاني. محتاج أدور على كلمة إيه؟ أي كلمة بمعنى تأكد أو التأكد أو مواصلة السير. أهي كلمة أتشيرتارسي يبقى فيرو. السؤال الثاني السكراتي يجب أن أكون متأكد أو تأكد فيرو. رقم ثلاثة كلمة بروتشيدري كون كاوتيلو يعني تواصل السير بحذر، كلمة مواصلة السير بروتشيدري مواصلة السير يبقى فيرو. رقم أربعة أشيرتاندوزو اللي هي التأكد نفسه يبقى أقول له فيرو. رقم خمسة أدور على كلمة من الكلمات الأربعة اللي هي خاصة بالتأكد أو مواصلة السير مش موجودة يبقى فالسو. طب رقم ستة أدور على كلمة أشيرتارسي السكراتا أو بروتشيدري أو أتشيرتاندوزو التأكد نفسه مش موجودة يبقى فالسو. طب رقم سبعة نحاول برضو ندور على كلمة من الكلمات دهيت مش موجودة يبقى فالسو. تمانية نحاول ندور على كلمة أشيرتارسي السكراتي أو بروتشيدري أو أتشيرتاندوزو التأكد نفسه مش موجودة واحدة من دول يبقى فالسو. تسعة برضو نحاول ندور على كلمة من الكلمات دهيت مش موجودة يبقى فالسو. طب رقم عشرة أدور كده مش موجود يبقى فالسو. طب 11 أدور على كلمة أشيرتارسي تأكد أو السكراتي تأكد أو بروتشيدري واصل السير أو كلمة أتشيرتاندوزو التأكد مش موجودة يبقى فالسو. يبقى إحنا كده حلينا كام سؤال؟ حلينا 11 سؤال اللي هم ايه؟ اللي هم كل الاسئله اللي ممكن يجي لي على سينيالي ديريتو دي بريتشيدنسا نيل سينسا اونيشي الترنانتي، حق الاسبقيه على الطريق بالاتجاه الواحد بالتناوب. حليناهم بكام كلمه؟ اتشيرتارسي، السكراتي، اتشيرتاندوزو، بروتشيدري، كلهم بمعنى كلمة التأكد. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى ألقاكم في درس جديد. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.